مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. هذا الشاب اللي معانا شاب باقي صغير في عمره 28 عام، مريض بالمصران، عنده مرض في المصران، دار عليه 5 العمليات ما نجحوش، دابا كيباغي يدير السادسة ولكن ما بقاوش ليه فلوس العلاج. يعني راه 5 العمليات راه ما ساهلينش، يعني كل وحده على مدة، يعني والدوايات والبيات في السبيطار. خليكم مع هذا الشاب، هذا هو اللي غيحكي لينا المعاناة ديالو. السلام عليكم خويا. السلام عليكم خويا. المعاناة ديالي الناس اللي يعرفوا معاناتهم في نفس الوقت يردوا البال، حيت لي غاز فاب لي غاز وقع لي هذا المشكل كامل، حيت كان عندي لي غاز وما كنتش عارفه ومفيش اللي كان في المصران، وخوا ليا المصران وداك الشيء، وما عرفت كيفاش نعس شي حركه ماشي هذيك. صافي تلوى ليا المصران، فاش تلوى ليا المصران مشيت للسبيطار الميريزكو، كنت خدام انا هنايا حيت انا ما كنسكنش هنا غير خدام، ومشيت للميريزكو قالوا لي دير سكانير وداك الشيء، ودرت سكانير وفعلا طلع باللي خصني ندير العمليه، ودرت العمليه درت فيها 8 السوايع تقريبا. ومني خرجت اكتشفت خرج ليا المصران على برا، عندي ثقب انايا وخرج ليا المصران فاتحين لي معنا، وقالوا لي واحد 4 شهور وغادي ترجع نحيدوا لك هاد المصران، نحيدوا لك بوشيطه. داز 4 شهور ملي جيت عندهم قال لي غدير واحد تيو وغدير شحال من حاجه، ومده كلفني داكشي بزاف، ومده عام تقريبا، عام وانا كندير. ملي رجعت عاوتاني درت العمليه داكشي قال لي 3 ايام 4 5 ايام وغادي تخرج. داز 3 ايام صافي بديت كنتبوع الدم وداكشي، ومني عاود دار لي سكان قال لي دي العمليه ما نجحاتش. في نفس الوقت دخلني عاوتاني درت العمليه اللي هي ريحت فيها مات شي نهار ونص، ومني خرجت دخلت الانعاج صافي. من تما ريحت شهرين وعاود نفس المشكل لمده 3 مرات، يعني هي 5 العمليات كنعاود العمليه نفس العمليه، يعني كنعاود العمليه كنرجع مصران، يعني ما كتنجحش كنضطر نعاود عاوتاني قاصحه شويه. ودابا انا المشكل ديالي اللي هو ما قدرتش ندير العمليات حيت ما عنديش الفلوس باش غنديرها، والمشكل اللي عندي عاوتاني ما نقدرش نخدم، ما كنقدر ندير حتى شي حاجه، وما عنديش فين نريح. هذا هو المشكل، اغلبيه كنضطر نقدر نبات في الزنقه وداك الشيء حيت ما عنديش امكانيات، وخاصني نبقى عند قريب الطبيب كيبقى يعطيني في الرونديفو ضروري، خاصني نبقى عند قريب الطبيب. شحالكم ما بين عمليه وعمليه؟ شحال من ما بين العمليه والعمليه كتكون عام تقريبا، نقول عام بحال ما كاك عام. 5 سنين دابا وانت كدير عمليه؟ شي 5 سنين دابا وانا كندير في عمليه. كل عمليه شحال كتقام؟ كل عمليه كتقام مزال، في الاول كتقام رخيصه، يعني الجبهه تاعي كتقام ب 10000 درهم بالدوايات وكل شيء. اما دابا لا، دابا ملي خرجوا هادشي ديال لاسينيسي وداك الشيء، ملي كندخل وانا كنشري في يعني في براوات وفي البنت وفي العلاج كامل، الا البنت ما كنشريش كنت صراحه. ومني كندخل صافي، مني كدوق ديك البرا كنت نعس شهرين، كل نهار خاصك دوق برا ديال 50 درهم ديال الضروره الدمويه، يعني 50 درهم راه في شهرين ما قاصحه، عاد زيد عاوتاني كيعطيك السيرو كيعطيك شحال من حاجه، يعني الدواء ديال الميكرو وداك الشيء كلشي كتشري، كيقول لك شري وعمر شنو ندير لك. تقريبا شحال كاع تقريبا قامت عليا اخر عمليه اللي هي ريحت فيها شهرين، قامت لي شي 2 ونص جوج مليون ونص، اقسم بالله اخي الا جوج كل عام. ومشكله ماشي هكا، كون كان عندي غير امكانيه غير ديال الخدمه وديال الماكله وديال كدير عمليات بزاف. المشكل ديالي ما عرفوش هما، يلاه قال لك اودي غدير الترويد باش تنجح لك العمليه، هذا هو المشكل. دابا انا كندير في الترويد، يلاه درت 20 حصه وباقي لي 20، عاد نشوف الطبيب يقول لي شنو كاين باش يعطيني التقرير ديال الطبيب ديالي باش نعاود ندير العمليه. وانا خايف لما تنجحش لي ولا شي حاجه وما يكونش عندي امكانيات، داكشي علاش انا اضطريت نتواصل مع المحسنين الله يجازيكم بخير، وحتى اللي ما قدرش يعاوني غير يعاوني غير بالبارطاج وداكشي، وانا مستعد اللي يتواصل معايا راه غنوري كل شيء، يعني ما عندي ما نخبي عليه، عندي مصراع خارج معنا كيف ما قلت لكم. يعني دابا انت قلتي تا البوشيط ما عنديش، واحد البوشيطة كدير انا باش كدرك المصران وداكشي، شحال وما عنديش دير غير كلينيكس. بوشيط تقدر تضرب 3 ايام مع التصاد وداكشي ما كتشدش ليك، 3 ايام 4 ايام خاصها تحيد تاخذ وحده، وهذيك كدير 70 درهم، و70 درهم في العام كامل راه قاصحه، ما نقدرش انا يعني ما كافا مع راسي ما لقيتش حتى ناكل وفين نبات، هذا هو المشكل اللي عندي. وكنطلب من المحسنين يعاونوني الله يجازيكم بخير، الله يعطيكم الخير والله يرحم الوالدين. انا مستعد نوري اي واحد، كنتكون في اسي كنتكون في اسي وكنت خدام هنايا، كنت خدام هنايا صافي. ملي وقع لي المشكل مستقر ما شدتش شي بلاصه، كل مره فين ما
واش هادشي شي بلاصه يعني ما عنديش استقرار يعني ما عنديش سكنه فين غنريح. هذا هو المشكل اللي عندي صافي خصني ضروري ضروري نحيد هذا المشكل. والنداء ديالي للمحسنين كنتمنى من الله يوقفوا معايا والله يجازيكم بخير. اقسم بالله الا كون ما كنتش مضطر ندير هذا اللايف وهذاك الشيء ما نقدرش نديرو حيت انا صافي تقصحت بزاف يعني ما كتشوف تحرمت من بزاف الحوايج. ما قد نكون لقيت غير حاجه واحده من هاد الحوايج كاملين ماشي مشكله. ما لاقي لا خدمه لا ساكن لا ماكله لا علاج لا حتى شي حاجه ما تقدرش تخدم. انت لو بغيت تخدم خاصك شي حاجه بسيطه يعني تبقى مريح شي عسه بحال ما كاين ولكن ما كاينش. ما تقدرش تغامر براسك وتتعس ولا انت لو بغيت تخدم ما يقدرش بنادم يخدمك بحال ما كاين. تا السكنه ما كيشوفك بنادم كيبغي يشكري لي راه يعرفك مريض ما كيبغيش يشكري لي قال لك خدمتي وداكشي ما تقدرش. انت في اي لحظه تقدر دير شي حركه صافي غيجيك نزيف كما وقعت لي واحد المره دخلت الانعاش وزادوني الدم وبزاف الحوايج والحمد لله على كل حال الحمد لله. النمره ديال التليفون اخي اللي هي 07 12 18 97 15 هذه الرقم ديالي. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي كنتمنى منكم أنكم تساعدوا هذا الشاب هذا اللي كيعاني في صمت يعني أصلا بعيد على دارهم وما لاقيش فين يسكن هنايا في كازا يعني جاي العلاج كان خدام ما قادش يخدم يعني بحكم العمليات اللي داير يعني ما بقاش قاد يهز ثقال ولا كما قال لك راه قال لك إلا بغى يخدم راه يخدم ماشي خدمة اللي مثلا العسال يكون مريح يعني ما يكونش فيها مجهود. الله يجيب لك الشفاء خويا كنطلبوا لك الله يجيب لك الشفاء والله يجيب لك شي محسن اللي غيتكلف ليك بالعمليه ديالك الساسه وان شاء الله تنجح ليك وترجع لوالديك سالم غانم ان شاء الله. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا البث المباشر نتلقاو في مباشر اخر الى اللقاء.